يقول: في بلدنا كثير من الطلبة يدعون العلم، والكثير من الشباب يفتون الناس، والبعض منهم ليس عندهم علم، فبماذا تنصحونهم؟ صحوا من يتق الله عز وجل ولا يفتوا بغير علم. قال الله جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. قال جل وعلا: ومن أظلم ممن كذب على الله. لا يجوز الكذب في الفتوى، لأن من أفتى بغير علم فقد كذب على الله عز وجل، فلا يجوز لمن ليس عنده علم ودليل من الكتاب والسنة أن يفتي الناس، وإنما يحيلهم إلى العلماء.